للحديث حول فكرة المقال نرحب بأستاذ القانون العام في جامعة العلوم التطبيقية دكتور معاذ أبو دلو. صباح الخير دكتور وأهلا بك. صباح الخير يا سيدي أخي معاذ، صباح النور لك وللمشاهدين والمشاهدات الأعزاء. أهلا بك. تحصين الجبهة الداخلية، من أين نبدأ وكيف نبدأ ونحن نتحدث، وكما تحدثت حضرتك في مقالك بأنه الدولة قوية، ولكن كيف يجب أن نحصن جبهتنا الداخلية وتحديدا أين البداية؟ يا سيدي الفاضل، الجبهة الداخلية هي أساس يعني منعت أي دولة، ونحن اليوم سوف نخصص يعني كما خصصت هذا المقال للمملكة الأردنية الهاشمية دولتنا، فيجب علينا في هذا الوقت يعني أن نكون كقوة مدنية وقوة تيارات، سواء كانت على المستوى المجتمع المدني، النقابات والأحزاب وغيرها من الشخصيات الناشطة في كافة المجالات، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، أن تكون هي يعني الحصن وهي القوة الرديف للقوات المسلحة الأردنية والقوة الناظمة والداعمة للنظام السياسي. لا شك بأنه المملكة الأردنية الهاشمية محاطة بمخاطر عديدة، يجب علينا اليوم أن نعي كمواطنين من كافة منابتنا وأصولنا بأنه هذا الوطن هو الأردن، وأن الهوية الأردنية هي الهوية الجامعة لنا جميعا، ويجب علينا أن نعي بأنه هذا الوطن يجب أن نخرجه من الأمواج المتلاطمة به. نحن نعيش في إقليم ملتهب وإقليم ساخن، ولا شك بأننا يعني نحاط بمخاطر عديدة من كافة الجهات المحيطة فينا، إذا تحدثنا من الشمال ومن الشرق ومن الغرب وأيضا من الجنوب، ما نراه اليوم من يعني من 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 جماعات تقوم برد على ما يحصل في فلسطين المحتلة، ولكن في بعض الأحيان ما تقوم به من هذا الرد يأتي إلى جنوب مملكتنا الأردنية الهاشمية. لذلك أعتقد بأنه هناك ركائز عدة تعتمد على تحصين هذه الجبهة والجبهة الداخلية التي يجب أن تكون دائما قوية ومساندة للنظام وعلى النظام السياسي من خلال السلطات وخاصة الحكومات، السلطة التنفيذية أن تكون دائما منفتحة وقريبة من المواطن ومن المجتمع ومن كافة قوى المجتمع على اختلاف الأيديولوجيات والتيارات السياسية، وبذات الوقت على المجتمع المدني أن يكون أيضا قوي وأن يعي بأنه هذا الوطن نحن نعمل سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاجتماعي من أجل حماية هذا الوطن، وأن تكون بوصلتنا فقط الهوية الأردنية والدولة الأردنية، وأساس هذه المنعة وأساس هذه التركيبة هي وعي المواطن. يجب على مواطننا أن يعي يعني باللغة العامية منها البراح ما في رواح، لذلك يجب علينا أن نجتمع كافة رغم ما ممكن أن نختلف به، وفي بعض الأحيان ممكن أن ننتقد أو نجذب بعض قرارات الحكومات وممكن أن نؤيد ونتفق. إذا من أين البداية دكتور معاذ؟ من أين البداية؟ يجب علينا أن نبقى صامدين دكتور. في وجه أي خروقات ممكن أن تأتي إلى الداخل. من أين البداية؟ البداية من المواطن أم بداية من الحكومات؟ أنت ذكرت بمقالك البداية يجب أن تكون من الحكومات ومن الشعب أيضا، ولكن اليوم هلأ وأنت عم تحكي عن يجب على الحكومات أن تتقبل الانتقاد، ويجب على الحكومات أن تتقبل وتسمع الشارع الأردني حتى نحافظ على الجبهة الداخلية، ورغم بأن الأردن مر منذ سنوات بجبهات ومواجهات عدة وعواصف كانت على مستوى إقليمي وعلى مستوى داخلي، ولكن الحمد لله رب العالمين استطعنا أن ننتصر بهذه الأزمات وأن ننتصر بهذه العواصف. ولكن بدي أرجع للسؤال وهو الأهم اليوم، البداية من أين؟ هل البداية من الحكومات أم البداية من المواطن؟ يا سيدي الفاضل، المسؤولية مشتركة، الحكومات هي من المواطنين، هم أبناء الشعب الأردني، يعني أغلب يعني مسؤولين هم أبناء الشعب الأردني، والمواطن هو أساس منعة الدولة. إذا كان المواطن قابلا للاقتراح وقابلا لقبول الإشاعات وقابلا لأن يكون بعيدا عن هويته الوطنية يساند، ولكن على الحكومات أيضا الدور الفاعل بتقبل النقد وتقبل الرأي الآخر، وفي النهاية هي مسؤولية مشتركة ما بين الحكومات وبين المواطن، كون أن المواطن والحكومات هم جزء أساسي من مكون هذا الوطن وهم واحد في النهاية. وبذات الوقت المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخها ومنذ نشأتها وهي تعاني من صعوبات وعقوبات نتيجة الجيوسياسة الإقليمية المحيطة بها، ولكن بحمد الله وفضل الله وقوة
النظام السياسي ووعي المواطن الأردني الذي نراهن عليه في كافة الأزمات، يبقى هذا الوطن منارة في الإقليم لخروجه من الأزمات المتلاطمة به. لذلك هي مسؤولية أخي معاذ مشتركة ما بين المواطن والحكومات. لا أستطيع أن أقول على المواطن أن يكون متقدم على الحكومات، ولا أستطيع أن أتحدث أن تكون الحكومات متقدمة على المواطن، ولكن كل منهم عليه مسؤولية. مسؤولية الحكومة بالانفتاح وتقبل الرأي الآخر والسماح وطرح برامج قابلة للتنفيذ على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى السياسي وقبول الآخر، وبذات الوقت على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي بإعطاء الفرصة لهذه الحكومات، وبذات الوقت عدم اختراقه من الخارج. ونحن نرى ما يجول في الإقليم الملتهب المشتعل لمحاولة اختراق الداخل الأردني. لذلك على المواطن أن يعي بأن هذا الوطن هو بيته، وهذا الوطن هو حصنه الأخير وملاذه الأخير. لذلك يجب على كافة جهات المتواجدة في المملكة الأردنية الهاشمية من المواطن سواء في البيت والحارة والحي والقرية والمخيم والمجتمع والريف والبادية حتى نخرج للمدينة والإقليم ومن ثم جغرافيا كاملة للمملكة الأردنية الهاشمية، أن نعي بأننا يجب أن نحافظ على هذا الوطن، ويجب علينا أن نحصن دائما. تحصين الجبهة الداخلية لا يكون فقط في وقت الأزمات، وفي كافة الأوقات حتى تستطيع الدولة أن تتقدم وأن تبقى مسيرة الإسعاد تقدم بها على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية والرياضية مستمرة. لذلك هي مسؤولية مشتركة على الكافة، ويجب علينا أن نعي بأن هذا الوطن يجب دائما أن نخرجه من الأمواج المتلاطمة به، وأن هذا الوطن هو الأردن، والأردن له هوية ثقافية وسياسية واجتماعية، وهذا الأردن يجب أن نحميه وأن نحافظ عليه. ومن لا يرغب في ذلك العالم مفتوح أمامه مع الاحترام، ولكن يجب على المواطن أن يكون واعي بعدم قبوله لأي إشاعات أو ظروف ممكن أن تخترق الداخل الأردني، ويجب أيضا على الحكومات أن تكون منفتحة ومد وتمد يدها للمواطن الأردني حتى يعني سماع ما يجول في خاطره وقبول، وأن تكون هي عملية يعني الرأي والرأي الآخر. نعم. من حيث أسمع رأيك وأتقبله وتسمع رأيي وتتقبله، من أجل يعني أن يبقى هذا المركب مستمر، وأن تبقى عجلة التقدم والتنمية والتحديث والإصلاح مستمرة، وأن نحافظ على وطننا من كافة ممكن الخروقات وما يجول. في الختام دكتور معاذ، لابد من أن ندعو الله أن يحفظ الأردن وأن يحفظ الأردنيين، ويبقى الأردن عصيا وواقفا شامخا أمام المحن وأمام أيضا جميع ما تمر به المنطقة. بدي أشكرك جزيلا شكر أستاذ القانون العام الدكتور معاذ أبو دلو، شكرا جزيلا لك.